فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه اخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب البائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هم فاطمة وبعلها وبنوها جانم فاطمه بی خودی نیز امام صادق علیه السلام فرمود من ادرک فاطمه
فقد أدرك ليلة القدر، هر که فاطمه رو درک کنه شب قدر رو درک کرده. فاطمه جانم، فاطمه جانم، به بهانه ی حدیث کساب امشب گدای تو این بیبی جانم. فقال جبرائیل یا رب اتعدن لی من به تل الارب لکون مهم سادسا. فقال الله نعم قد اذنت لك فهبت الامين جبرائيل. وقال السلام عليك يا رسول الله على علي الاعلى يقرئك السلام ويخصك بالتقيه والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنيا ولا ارضا مدنيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا لاجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم.